حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المصدر أونلاين: الحوثيون يوجهون بمصادرة ممتلكات 1223 شخصا ويكلفون البنوك باحتجاز أموالهم. الموقع بوست: أبرزهم الجندي وفائق السيد، قيادات مؤتمرية تطبع علاقتها مع الحوثيين. ومن العرب الجديد: حكم سعودي يثير غضب اليمنيين في بطولة الخليج. ومن الأخبار المنوعة من صحيفة البيان: الشرطة الألمانية تنصح أماً بتعليم ابنتها كيفية استخدام الهاتف. أهلا بكم في حدث هو الأبرز، نقله موقع المصدر أونلاين: الحوثيون يوجهون البنوك بالحجز على حسابات 1223 اسما وصفوهم بالخونة، حيث وجهت جماعة الحوثيين بالحجز والتحفظ على حسابات بنكية وممتلكات أكثر من 1000 شخصية يمنية، من بينهم وزراء في الحكومة الشرعية ونشطاء سياسيون ومعارضون للانقلاب وقيادات حزبية عليا ومتوسطة. وبناء على ذلك أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء توجيها للبنوك التابعة للقطاعين الخاص والمختلط في اليمن، يطالبهم فيها بالحجز والتحفظ على عدد من الحسابات البنكية في الكشوفات المرفقة. الكشوفات تحوي 1223 اسما لموصوفين بالخيانة، أولهم ابتهاج عبد الله الكمال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة، وآخرهم يوسف حسين مهدي. موقع يمن مونيتور تساءل: اليمن في مرحلة مظلمة، ما الذي سيحدث تاليا؟ فقد ترك غياب علي صالح فراغا كبيرا في مجريات الأحداث، وهو الذي ظل عاملا مؤثرا فيها طوال 4 عقود، وبدلا من اغتنام الفرصة سريعا لمقتل صالح والتحرك في صنعاء عسكريا مع جهود أكبر لعزل الحوثيين، يبدو أن السلطة الشرعية والتحالف يفضلان البقاء في سكون في انتظار المواقف الخارجية وترتيب أولوية حزب المؤتمر كشأن سياسي وليس عسكري. وحسب مصدر دبلوماسي خليجي مطلع تحدث اليمن مونيتور شريطة عدم كشف اسمه، فإن التحالف أعطى ضوءا أخضر من أجل التحرك دبلوماسيا لإجبار الحوثيين على حضور مشاورات خلفية في سلطنة عمان بمسقط. ويعتقد الدبلوماسي أن التحالف يريد تخفيف الضغوط الدولية بشأن الحالة الإنسانية المتفاقمة في البلاد وتحميل تبعات ذلك على الحوثيين. وتحت عنوان: الإمارات تمنع هبوط طائرة الرئيس هادي وتونس تعلق رحلات طيران الإمارات، كتب الدكتور محمد علي السقاف في مقال له أعاد موقع عدن الغد نشره قائلاً: أعلنت السلطات التونسية تعليق رحلات شركة طيران الإمارات في مطار تونس رداً على إجراءات اتخذتها الشركة الإماراتية ضد النساء التونسيات. واستدعت وزارة الخارجية التونسية السفير الإماراتي لطلب توضيحات بخصوص القرار إزاء التونسيات، وبررت الإمارات الإجراء بأنه جاء لأسباب أمنية. هكذا هي الدول التي تحترم سيادتها. وهنا المفارقة المؤسفة والمؤلمة حين تم منع رئيس دولة عربية من الهبوط مؤخرا في عاصمة بلاده المؤقتة عدن. شتان بين الموقفين لدولة تونس وموقف الشرعية اليمنية، فالإمارات الكل يعترف لها بدورها في التحالف العربي بالدفاع عن أمن اليمن في مواجهة الحوثيين وأنصار صالح هي والمملكة العربية السعودية، وبذلك أيضا تدافع دول التحالف العربي عن الأمن القومي العربي. لكن أن يصل الأمر إلى منع رئيس الدولة من هبوط طائرته في عدن فهذا أمر آخر معيب ومدان، والأكثر إدانة عدم احتجاج وزارة الخارجية اليمنية على هذا التصرف الأرعن. تونس أعطت النموذج، وعلى الشرعية معرفة التمييز بين حاجتها في الدفاع عن نفسها بدعم الأشقاء والحد الأدنى في احترام الآخرين لسيادتها. أبرزهم الجندي وفائق السيد، قيادات مؤتمرية تطبع علاقتها مع الحوثيين، عنوان للموقع بوست جاء في تفاصيله. قيادات مؤتمرية التقت برئيس ما يسمى بالمجلس السياسي صالح الصماد
في العاصمة صنعاء. قالت وكالة سبا التابعة للحوثيين إن الصماد ناقش مع عبد الجندي مهام السلطة المحلية في المحافظة وجهودها في تطبيع الأوضاع وأنشطتها في تقديم الخدمات العامة للمواطنين وتخفيف معاناتهم جراء استمرار ما أسمته العدوان، في حين ناقش الصماد مع فائق السيد بحسب الوكالة ذاتها سير العمل في الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة وما تم إنجازه من برامج عمل الوزارة خلال الفترة الماضية وتقييم الأداء الإداري والاجتماعي. وعرف عن عبد الجندي المعين محافظا لتعز من قبل الانقلابيين وفائق السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة صنعاء ولاؤهم سابقا لعلي عبد الله صالح. لقاء هذه القيادات المؤتمرية مع صالح الصماد أثار جدلا واسعا بشأن الوضع السياسي الحالي للقيادات المؤتمرية وسرعة تجديدهم الولاء للحوثيين بعد قتلهم زعيم حزب المؤتمر علي صالح. ميدانيا عنوان موقع 26 سبتمبر مصرع مشرف الحوثيين وخمسة من مرافقيه بكمين في التعزية. وقالت مصادر ميدانية لسبتمبر نت إن مشرف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعو عبد الفتاح غلاب وخمسة من مرافقيه لقوا مصرعهم إثر كمين محكم نصبته المقاومة الشعبية في منطقة الحيمة. وكانت المقاومة الشعبية قد دمرت طقما قتاليا للميليشيا الحوثية في قرية الساكن أثناء تواجده في قرية المنقاعة باتجاه الحيمة من الجهة الغربية. كما تمكن أبطال المقاومة من استهداف أحد قناصة الميليشيا الانقلابية في جبل الحصن. منطقة الحيمة العليا بمديرية التعزية تشهد معارك مستمرة بين أبطال المقاومة الشعبية من أبناء منطقة الحيمة العليا وميليشيا الحوثي بالتزامن مع قصف عنيف تتعرض له القرى السكنية ونزوح جماعي للأهالي هربا من قصف الميليشيا. قال مسؤول عسكري يمني رفيع في تصريح نقله موقع التغيير نت إن سيطرة الجيش اليمني على مدينة الخوخة ستمكن قوات الشرعية اليمنية من تأمين أهم الجزر اليمنية حنيش وزقر إلى جانب تأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر باعتبار الخوخة مركزا حيويا للقيادة والسيطرة على الساحل الغربي. وأوضح العميد ركن علي ناجي عبيد رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع اليمنية أن الخناق يضيق على ميليشيا الحوثي لا سيما في محافظة الحديدة الحيوية متوقعا أن يتم الهجوم عليها من ثلاثة محاور رئيسية بغطاء جوي كثيف وربما عملية إنزال. وأضاف أن أهمية الحديدة للطرف الحوثي تتمثل في أنها الرئة الوحيدة والأهم لوارداته المالية. وأشار رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع اليمنية إلى أن سقوط محافظة الحديدة التي هي مسألة وقت تعني محافظة تعز وبالتالي العاصمة اليمنية صنعاء. الدكتور محمد جميح كتب مقالا بعنوان راهنوا على تعز لن تخسروا الرهان، وذلك تعليقا على الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على قرى عزلة الحيمة في تعز. يقول الكاتب: الحيمة بلدة صغيرة في تعز تقاتل بفقرها وجوعها ونبلها وببسالة عجيبة. قرى صغيرة متناثرة تقاوم، مدينة محاصرة تقاوم وسط جوع وبرد وشحة إمكانات. التعزي نموذج اليمني البسيط الذي لا يحب الحرب، ولكنها إذا فرضت عليه يخوضها بنبل كبير. هذه تعز معجزة الثورة وشرف المقاومة وعمود الدولة وروح المجتمع اليمني الجميل. هذه المدينة تتكشف في كل مرحلة عن معدن يمني خالص. سالمت حتى ظن المغفلون أنها لا تجيد الحرب فنزلوا إلى صعاليك ليؤدبوهم. فانقلب صعاليك تعز جحيما على ميليشيات الغزو والنهب والغدر والانقلاب. كل المدن نالت حظها من المقاومة ومن الدعم، لكن تعز نالت القدر الأكبر من المقاومة والأقل من الدعم. ورغم الخذلان لا يزال هوى تعز يمنيا وانتماؤها حميريا ودينها الحب والتسامح. الثورة بذرة تسقى في تعز وتثمر في صنعاء، وإذا أردتم دحر ميليشيات آل ظلام الدين اليوم
فما عليكم إلا دعم الجيش والمقاومة في تعز. ادعموا تعز لتقتربوا أكثر من صنعاء. راهنوا على تعز، لن تخسروا الرهان. وبعد الفاصل سنتابع أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة الخليج قالت إن المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء سلمت جثة يعتقد أنها تعود ليوسف المداني القيادي الثاني في ميليشيا الحوثي، سلمتها إلى السلطات في المملكة العربية السعودية. وقال مصدر في المقاومة إن رجال المقاومة بقيادة أبو جبر الغنيمي سلموا جثة القيادي الحوثي إلى السعودية بعد إيصاله إلى منفذ الوديعة. شريط فيديو أظهر السائق الذي كان يقود السيارة بالجثة التي ما زالت عناصر الحوثيين تنفي أنها للمداني، مؤكدا أن الجثة هي للمداني. وقال السائق الذي عرف نفسه باسم محمد إبراهيم شرف الدين أنه متأكد 100% أن الجثة تعود للمداني وليست لعلي الشهاري كما يدعي الحوثيون، مضيفا أنه أوصله من الخوخة إلى فندق المسافر في الجراحي حيث كان يجتمع بقيادات حوثية أخرى. وبين نفي الحوثيين وتأكيد المقاومة اليمنية، أوضحت مصادر أن السلطات السعودية ستقوم بفحص الجثمان وإعلان نتائج ذلك بشكل نهائي. أما رياضيا، قالت صحيفة العرب الجديد إن وفد المنتخب اليمني قدم احتجاجا إلى اللجنة المنظمة لكأس خليجي 23 ضد حكم مباراة المنتخب مع البحرين السعودي سلطان الحربي، وذلك بسبب قراراته الخاطئة واحتسابه ركلة جزاء تم وصفها بالخيالية جاء منها هدف الفوز الوحيد، بالإضافة إلى تجاهله ركلتي جزاء صحيحتين لمصلحة المنتخب اليمني. وقال رئيس الوفد اليمني حسن باشندر لإذاعة صوت الخليج القطرية عقب المباراة: لا يعنيني أن الحكم سعودي، لكن ما يعنيني أن الحكم لم يكن بمستوى المباراة أبدا ولم يكن يملك المسؤولية لإدارتها، وواضح من خلال تتبع اللقطات أن أخطاء الحكم السعودي كانت متعمدة ومحابية، وعلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم اتخاذ إجراءات قاسية بحقه. وأضاف: قدمنا باحتجاج مباشر للجنة المنظمة للبطولة ويجب عليهم اتخاذ إجراءات رادعة لأننا تعرضنا لظلم واضح. ولم تعلق اللجنة المنظمة بعد على اعتراض المنتخب اليمني، لكن مصادر العرب الجديد أكدت أن اللجنة الفنية في البطولة ستجتمع صباح الأربعاء برئاسة رئيسها الدكتور حامد الشيباني لاتخاذ قرارها النهائي بشأن الحكم السعودي سلطان الحربي. في الشأن العربي والدولي، نطالع في جريدة الشرق الأوسط مقالا للكاتب بكر عويضة بعنوان: الوعد الانتخابي والمجد الشخصي. يقول الكاتب: الأربعاء الماضي ذكر السياسي ذو التجربة العميقة الجذور لورد مايكل هازلتاين بقيمة ذات مغزى عميق لدى كل معني بتحييد الهوى الشخصي عندما يتعلق الأمر بالممارسة السياسية، وهي قيمة تكاد تندثر من قواميس ساسة كثر في العالم. سئل اللورد من قبل محاوره في فضائية بي بي سي الإخبارية عما إذا كان يعتقد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يتحقق بالفعل، فأجاب بأنه شخصيا يتمنى أن ينتهي مشروع بريكسيت إلى الفشل، لكنه يجب أن يضع رؤيته الذاتية جانبا قبل إصدار أي حكم. وبالتالي من السابق لأوانه توقع ما ستنتهي إليه مفاوضات الحكومة البريطانية مع مسؤولي الاتحاد في بروكسل. إن قرار الاستفتاء لم يكن من اضطرار إليه سوى رغبة ديفيد كاميرون في الالتزام بوعد شخصي قطعه على نفسه، وألزم حزبه أن يضمنه برنامج المحافظين لانتخابات 2015،
التي فاز فيها الحزب فوزا كاسحا تبدد هباء في انتخابات 2017 الطارئة بفعل ردات الفعل على ما بعد استفتاء بريكسيت ذاته. الشيء ذاته يجوز أن يقال عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس. نعم، هو نفذ ما وعد به خلال حملته الانتخابية، لكن هل إن ذلك الوعد منسجم مع المنطق في الأصل؟ كلا. كم هو رفيع الخيط الفاصل بين وفاء السياسي بوعد انتخابي، وهو أمر مطلوب شرط الفصل بين تعجيل التنفيذ لاكتساب مجد شخصي ووضع المصلحة الآنية العليا أولاً، والعمل بحكمة قديمة متجددة خلاصتها أن للضرورات أحكامها. صحيفة القدس العربي قالت إن قاتلاً صينياً ادعى أنه أبكم لمدة 12 عاماً هرباً من ماضيه لدرجة خسارته القدرة على الكلام بحسب ما أفادت صحيفة محلية. تضيف الصحيفة غادر الرجل الذي يدعى زينغ بلدته الواقعة في مقاطعة شيجيانغ الشرقية سنة 2005 بعد أن قتل عم زوجته بسبب خلاف حول سعر الإيجار بقيمة 500 يوان أي ما يعادل 76 دولار. الشاب الذي كان في 33 من العمر ادعى وقتها أنه أخرس ونجح في إيجاد عمل في ورشة بناء في مقاطعة أخرى وغير اسمه وتزوج وبات رب عائلة، غير أن الشرطة شكت في أمره عندما تبين لها أنه لا يحمل أوراقا ثبوتية فأمرت بأخذ عينة من دمه، واكتشفت في أكتوبر الماضي أن حمضه النووي قريب من حمض أهل القاتل الذي تبحث عنه منذ 12 عاما. وعندما فضح أمره تعذر عليه التكلم لأنه كان قد خسر القدرة على الكلام، وتواصل مع الشرطة خطيا موضحا لها أن الإحجام عن التكلم كان وسيلة لتفادي التفوه بحماقات وفق ما أوردته الشرطة المحلية. ومن الأخبار الخفيفة والطريفة ما ورد في صحيفة البيان عن طفلة اتصلت بالشرطة الألمانية 19 مرة، حيث اكتفت الشرطة بنصح الأم تعليم ابنتها كيفية استخدام الهاتف وألا تزعج به الآخرين بعد تلقيها 19 اتصالا هاتفيا في أول أيام عطلات أعياد الميلاد من طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تستعمل جوالها لأول مرة. الطفلة حصلت على هاتفها هدية بمناسبة أعياد الميلاد. الشرطة في مدينة زولسباخ بولاية زارلاند جنوب ألمانيا لم تسمع خلال جميع هذه الاتصالات سوى صوت الطفلة التي لا تحفظ سوى رقم خدمة الطوارئ على ما يبدو. وعندما اتصلت الشرطة بالرقم صاحب هذه الاستغاثات المتكررة لم تتلقى إجابة مفيدة، ما جعلها تتحرى عن صاحب رقم الهاتف الذي صدرت منه الاتصالات وتبين أنه باسم أم الطفلة. تضيف الصحيفة يعاقب القانون الألماني استخدام خدمة الطوارئ بلا أي مبرر، غير أنها اكتفت هذه المرة بالنصح فقط. مظاهر من احتفال العالم بالسنة الجديدة بالإضافة إلى صور متنوعة أخرى نطالعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الغارديان البريطانية. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.